سلام البنات، صباح لاباس عليكم، على خير؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كيف العاده. فيديو جديد هذه المره، دايرين فيديو ان شاء الله لو تيم ماريي. غتكون معايا نكافه مدام بهيجه السبتي، والفوتوغراف سي عبد الوهاب، ومعايا الموديل ديجا اللي كانت معايا سميتها رجاء، راه كتعرفوها نتوما تشوفوها معايا، وغيتا غيتا بنتي اللي كتصيد كدير لي التصوير وكتقادي المونتاج. وكنشكر الجميع اللي كنتعاون اونصوم باش يكون هذا الفيديو زوين، وكنتمنى يعجبكم. وتابعوا المراحل ديال الماكياج اللي هو ماكياج برونز بلي بايت دو ديامون، كنتمنى يعجبكم. الو البنات، كتشوفوا معايا رجاء الموديل، دابا وليتو كتعرفوها ان شاء الله غنصايبو لها نديرو لها لو تيم ديال ماريي بماكياج عروسه بلاكوافور باللبسه بلي زاكسيسوار. خليكم معنا. الوغ لا فامي، عيد مبارك سعيد، صحيحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله عليكم كاملين. هذا الفيديو كيف قلت لكم بانني صورته قبل الحجر الصحي، وصراحة ما قدرش نبارطاجيه معكم، ومع كنت خدمته صراحة، خدمته وتعبت فيه بزاف، وكنتمنى يعجبكم اولا، وما قدرش نبارطاجيه يعني الظروف اللي كتعرفوا ديال الحجر الصحي، وكل شيء كان مشطون، كل شيء كان مخلوع، وما كانش الوقت المناسب نهائيا باش نحطه. ودابا فكرت اني نحطه في هذه المناسبه ديال عيد الفطر اللي كنكونوا كنهتموا بزاف باللباس البلدي والتقاليد المغربيه، وسورتو انا جايه ان شاء الله الصيف، كنتمنى هذا الشيء يدوز وان شاء الله نرجعوا للحياه الطبيعيه ديالنا. وهذا فيديو خاص بالعروس المغربيه بالتقاليد المغربيه باللباس ولي زاكسيسوار وماكياج. كنتمنى الفيديو يعجبكم وتابعوه من الاول حتى الاخر. الوغ بدينا الماكياج، كيف كتشوفوا انا ديما كنبدا بالعينين. الوغ ديما كنديروا الالوان اللي هما انتقاليين بلي كولور اللي هما نيود ترابيين. وبالنسبه لي فارا بوبيير ضروري من الدمج ديالهم باش كيعطينا واحد لو لوك اللي هو كيجي فومي، كيجي زوين. كان استومبيو مزيان بالبانسو، ويكون البانسو نقي ما فيهش لا بودغ باش كيعطينا داك الظل ديال لي كولور ديال اللي درنا في الاول في الدمج. من بعد كنزيدو دي كولور اللي هما مغموقين، و اون ميم طون كنبقاو نديرو لي استومباج حتى تعطينا الغوغار فومي. الوغ كيف كتشوفوا ديما انا كنخدم بلي لي كولور اللي هما ترابيين اللي كيجيو في العروسه مع اللباسي كاملين ديالها، يعني اي لون لبساتو كيواتيو المكياج ديالها. ومن هنا كنقول للعريسات كاملين الله يكمل عليكم بالخير، وغير صبروا ان شاء الله عادي يكون الفرج، وان شاء الله عادي نفرحوا بكم وتكونوا اميرات ان شاء الله في العرس ديالكم. صراحه كانوا بزاف ديال العريسات اللي تانيلاو العرس ديالهم بسبب هذا الحجر، وان شاء الله نعوضوا لكم ونفرحوكم كيف كنتو كتمنوا ان شاء الله. الوغ كيف كتشوفوا درنا لي باي دو ديامون ديال انغلو، و بيان سور لصقنا لي فوسيل العروسه، ودابا كنديروا الماسكارا. كيف كتشوفوا دابا لا كريم دو باز اللي فيها فيها لا تيكستور ديالها كتعطي واحد اللمعه لو تان ديالها باش كيعطينا داك الفون دو تان، ولا بو كتجي زوينه في لو تان ديالها. الوغ دابا كان ايطاليو انا استعملت كريولون فون دو تان كريولون اللي هو خاص بالعريسات، كيعجبني بزاف في الخدمه، واتر بروف، وضروري من تابوتي بيوتي بلاندر باش كيعطينا واحد لو تان بارفي اي بيان فيني. وبالنسبه لي فون دو تان البنات، ما تنساوش العنق ديالكم بيان سور، البدينات، هادو لي ديتاي اللي كيكونوا ما يعني بساط، ولكن كيعطيو واحد الصوره يعني في المكياج مهمه جدا،
الا ما يعني ما كانش العنق والبنين وداكشي كله مخدوم مزيان شويه داكشي كيكون ماشي هو هذاك. الوغ بيان سور لا بودغ اللي كان فيكسيو بها الفون دو تان باش كنحيدوا داك اللمعه اللي كتكون ديال الفون دو تان. قبيله راني درت الفيكساتور، انا ديما كندير فيكساتور قبل لا بودغ باش كيتفيكسا كلشي مزيان. هنا كنخدموا العينين بلي كولور نيود اللي خدمنا بهم حنايا في لي فاغا بوبيير. بيان سور كندير داك تحت من العين لا بودغ باش ما يطيحش ليا الفاغا بوبيير ويوسخ ليا تحت العين. كل ما كانت الخدمه نظيفه وديما كتنيطويي وديما كي هذا كيطلع المكياج نقي وزوين. هنا الكونتورينغ، انا درت لها الكونتورينغ بلا بودغ بيان سور لا باليت بس مفتوح لان كتعجبني بزاف وكنخدم بها العرايسات. كونتورينغ يعني هنا كنهز لها شويه الحنيكات شويه ديال لو فرون بيان سور لو ني هكا كنحاولوا نبينوا نبرزوا المناطق اللي بغيناهم يبانوا ونخفيو حوايج اللي بغيناهم ما يبانوش. كيف كتعرفوا الكونتورين كيغير شويه من الملامح وهادو هما خداع شويه اللي كنحاولوا نفرحوا العروسه ملي كيكون عندها اي بروبليم ولا كتنزعج من شي حاجه عندها في لو فيزاج ديالها كنخليوها على خاطرها وكنفرحوها في ديك الليله ديالها. الوغ كيف كتشوفوا ديما كنديروا لا بودغ اللي هي مفتوحه تحت العين بانانا بودر باش كتعطي واحد ليكلا. بيان سور دابا كنشوفوا كنديروا لها تكحيله ديال العين باش كتجي العين باينه وبرزه. بيان سور الماسكارا من التحت حتى هما ما نساوهاش. وصلنا للروج على ليفغ او الجلوس. انا فضلت ندير لها هاد لا كولور على حسب اللبسه اللي غتلبس لا كولور فرونسي باش تبين لها المكياج ديالها حيت اللبسه اللي غتلبسها تكون مفتوحه شويه. ها انتم غتشوفوا معايا وصلنا للمرحله ديال الهايلايتر اللي هو كيحبوا العريسات كاملين كيعطيو اضاءه في لي زون اللي كنبغيوهم يبانوا ويبرزوا. وبيان سور مع الكاميرا مع لي فوتو كيعطي واحد الاضاءه جميله بزاف. الوغ هكا سالينا الميك اب وغنخليكم مع لقطات من شوتينغ واللبسه ولي زاكسيسوار. تبارك الله على النقافه مدام بهيجه السبتي اللي كانت معايا في هذا الشوتينغ بلي زاكسيسوار ديالها وتيجانها واللباسي ديالها ما شاء الله. اللي بغى الكونتاكت ديالها مرحبا يراسلني على الخاص في الانستغرام نبيله ميك اب ارتست. الوغ نخليكم تكملوا هذا الفيديو وما تنساوش تكملوا الفيديو حتى الاخر حيت كاين دوزيام لوك اللي هو مختلف تماما لا في اللبسه ولا في المشطه ولا في المكياج.
الوغ البنات هكا كان اللوك الثاني كنتمنى يعجبكم. بدلت ليها لاكوافور بيان سور الماكياج ودرنا فيه موديفيكاسيون الغوج على ليفغ اللبسه لي زاكسيسوار كلشي تبدل. كنتمنى اللوك يعجبكم حتى هو وخليو ليا كومونتير وقولوا ليا اللوك اللي عجبكم واش الاول ولا الثاني. وشكرا على المشاهده وبغيت واللي باقي ما دارش ابوني يورك على الزر ديال الجرس باش يوصلكم اي نوتيفيكاسيون ديالي تشوفوا الفيديو جديد اللي غادي نحط ان شاء الله عاوتاني. وما تنساونيش من لي جيم ديالكم ولي كومونتير كي قلت لكم قبيله. وهكا نخليكم مع تتمه ديال الفيديو ولي فوتو وجيسبر بيان يعجبكم حيت فريمون خدمت عليه بزاف انا وليكيب ديالي. وشكرا خاص للصالون احمد سليمان اللي هو خبير الشعر اللبناني احمد سليمان اللي كنشتغل معاه. وهكا كنتمنى الفيديو يكون زوين ويعجبكم وشكرا لكم بزاف. وكنت كنتمنى ان شاء الله العريسات كاملين فرحوهم وان شاء الله كنتمنوا كل شيء يدوز مزيان على خير وخليكم متفائلين. ومهم تابعوا لي ستوري ديالي في الانستغرام غادي نبوستي لي فوتو بروفيسيونيل وما تنساوش بارطاجيو لا فيديو. بسلام عليكم.